ملايين نازح فروا من بيوتهم بسبب العنف والقتال. رجال ونساء وأطفال ساروا على أقدامهم واضطروا للنوم في العراء بعيدا عن المخاطر في مناطق سكنهم. ملايين اليمنيين ليس لديهم مأوى، يكافحون يوميا لتأمين قوتهم اليومي في بلد يعاني أصلا من سوء التغذية ومن تفشي مرض الكوليرا بوتيرة متسارعة بحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية. نناقش في موضوعنا الرئيسي اليوم نزوح عشرات الأسر اليمنية يوميا والجهود الإنسانية والإغاثية لمساعدتهم. في شباك الفنون نجول في معرض الخط والمنمنمات والزخرفة في الجزائر الذي يشارك فيه أكثر من 40 فنان من بلدان مختلفة لاستعادة المكان البارزة للخط والمنمنمات. في شباك التكنولوجيا نتعرف على البيوت الذكية، الخدمات التي تقدمها والتحديات التي تواجه الشركات، هذا طبعا بالإضافة إلى فقراتنا المتعددة من اقتصاد وثقافة وغيرها، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم والتي تأتينا من ألمانيا التي تحيي الذكرى 28 لإعادة توحيد شطريها الشرقي والغربي، وصورة لشاب مبندد على الأرض يتصور قرب لافتة تشير إلى مدينة رينكسبورغ. اللافتة تشكل جزءا من ممشى في وسط العاصمة برلين يضم أسماء كل القرى والمدن والبلدات الألمانية التي يبلغ عددها 11400، وأقيم هذا الممر ضمن الفعاليات المختلفة للاحتفال في ذكرى توحيد ألمانيا، فبعد أكثر من 4 عقود من الانقسام والحرب الباردة أعيد توحيد شطري ألمانيا في 3 أكتوبر تشرين الأول عام 1990. أما فيديو اليوم فيأتينا من برمنغهام، حيث صعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم على المسرح لإلقاء خطابها الرئيسي في مؤتمر حزب المحافظين، وهي تتمايل على أنغام أغنية ملكة الرقص إحدى أغاني الفريق الغنائي الشهير آبا. وأثار هذا الدخول غير المتوقع للقاعة دهشة الحضور وتفاعلهم مع الأغنية وسط ضحكات وتصفيق. لم تكن تلك المرة الأولى التي ترقص فيها ماي أمام الكاميرات، ففي أغسطس الماضي أثناء جولتها الأفريقية قامت ماي بزيارة إحدى المدارس البريطانية في جنوب أفريقيا ورقصت مع التلاميذ على أنغام الطبول الأفريقية. أما في مثل هذا اليوم من عام 1906 تم اعتماد إشارة أو رمز SOS رمزا عالميا عند طلب الاستغاثة. استخدم هذا الرمز بداية في ألمانيا عام 1905 من القرن العشرين، وكانت طبعا CQD وهي اختصارا ل Come Quickly Distress أي استغاثة احضر سريعا، والتي كان يتم استخدامها على شفرة مورس، ولكن تم استبدال المختصر CQD إلى SOS وهو رمز للاستغاثة لكلمات محددة، وتم استخدام ذلك المختصر بالتحديد لكونه أسهل في الكتابة على شفرة مورس ولاستهلاكه كمية ضئيلة من الطاقة، ويعني Save Our Souls أو أنقذوا أرواحنا أو Save Our Ship أي أنقذوا سفننا. ودخل الرمز حيز التطبيق في 1 يوليو عام 1908. إذن إلى موضوع نقاشنا الرئيسي في حلقة اليوم، حيث قطعت مئات الأسر اليمنية طرقا شاقة وكيلومترات عدة للوصول إلى محافظة حجة شمال غربي اليمن. أسر هربت بحثا عن ملجأ آمل بعيدا عن القصف والحرب. نزوح لم يكن طوعي، بل حمل أمل العيش بأمان أو استقرار، لكن الانتقال إلى مكان عيش جديد ليس سهل، ويحمل معه العديد من المآسي والمعاناة الجسدية والنفسية. نتابع. تجاعيدها تروي قصة حرب. حرب في اليمن هجرت هذه العائلة من حيران إلى حجة. سيرا على الأقدام كان الفرار. كان خروجنا يعني هروبا على الأقدام، نحن أطفالنا، منا من يحمل ابنه في يده،
وابناء عياله وراءه، يعني رجاله والنساء خرجنا هروبا لا ندري الى اين نتجه، يعني من شده القصف الطيران والمواجهات العنيفه خرجنا هاربين لا ندري احدنا اين ابنه اين زوجته اين اخته. خرجنا الكل يعني جميع ابناء القريه المساكين خرجوا بمواشيهم يعني راحوا هباء منثورا. نساء واطفال ورجال ساروا طويلا الى ان وصلوا الى هذه الشجره، فباتت اغصانها الطريه ملجا. ولنا هنا واقف تحت الشجره اكثر من اسبوع كامل ولم نتحصل على شيء، واحنا محتاجين ومضطرين الى ماكل ومشرب الاطفال، وكذلك بين الشمس بين الهواء بين البرد لا بطانية، محتاجين الى بطانيات والى ماء والى خزانات ماء. قصف ودمار وحصار ونزوح زاد الاعباء على محافظة حجة. طبعا هذا شكل عبء كبير جدا على المحافظة نتيجة الحصار البري والبحري والجوي وانقطاع الموارد. هي الحرب دمرت وهجرت وقتلت، أما الناجون منها فينتظرون رغيف خبز مغمس بعرق النزوح. ينضم إلي من صنعاء السيد عبد الوهاب شرف الدين مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث. أهلا بك سيد عبد الوهاب إلى شبابيك. إذا النزوح اليمني ما زال مستمر إلى الآن، المعاناة الإنسانية تزداد خاصة في ظل الأحاديث المؤخرة عن عودة وانتشار مرض الكوليرا بشكل كبير نتيجة المعارك الدائرة هناك. بداية إذا أردنا الحديث عن النزوح نفسه، هل ما زال بنفس الوتيرة عن في السنوات السابقة أم تغيرت الأحصائية نوعا ما؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يطيب لي أن أكون على أثير قناة الفضائية العربي، وهذه النقطة المطروحة هي فعلا نقطة سيئة جدا في جبين الأمم المتحدة وفي جبين العالم الحر الذي ترك آلة الحرب أن تترك النزوح يتدفق بشكل كبير جدا. طبعا النزوح في هذه الفترة يزداد بشكل كبير جدا نتيجة اتساع رقعة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية وأيضا على الساحل الغربي، وكما شاهدتم في التقرير ما هي إلا نقطة في بحر المأساة النزوح الذي حاصل في اليمن. الرقم في تزايد مستمر، عندما تكلم التقرير أن هناك قرابة 3 مليون، فهذا الرقم له أكثر من سنة وستة أشهر الآن تزايد وتفاقم، وما زالت الحالة الإنسانية صعبة جدا. هناك يعني وضع مأساوي يجب على العالم أن يفهم حقيقة ما يوجد داخل اليمن. طبعا نحن في إطار الوضع بالنسبة للمعايير الدولية، نحن في ظل النزوح الداخلي الذي ذكر من ضمن الموجهات العامة الذي دخل ضمن الاتفاقيات الدولية ابتداء من 1951 وانتهاء بآخر اتفاقية تمت كانت في القاهرة. فالوضع مأساوي والأرقام في تصاعد مستمر والحالة الإنسانية متفاقمة والوضع الإنساني حرج بكل المقاييس، ويلزم أن تكون هناك لفتة إنسانية من الجميع ويكون هناك دور أممي متميز استجابة لما التزموا به في المواثيق. ربما هناك يعني مشكلة هي ذات طابعين وهي بحاجة إلى النظر إليها من جانبين، جانب المناطق التي يتم النزوح منها والتي تعاني من الحرب، وجانب المناطق التي يتم النزوح إليها وطاقتها الاستيعابية وقدرتها على استيعاب العدد الكبير من النازحين. أبرز المناطق التي تعد مركز استقطاب للنازحين والخدمات الموجودة فيها وقدرتها الاستيعابية. أختي الفاضلة، طبعا هناك الآن تركز النزوح على المناطق الرئيسية وعلى رأسها أمانة العاصمة صنعاء، حيث يتدفق إليها الكثير من النازحين لا سيما الآن من محافظة الحديدة الذي بلغ عددهم إلى هذه اللحظة أكثر من 26,000 أسرة، وهذا الرقم يعني مهول في يعني قرابة 90 يوم إلى 120 يوم أن يحصل هذا الرقم.
تسبب في ضغط معيشي في أوساط العاصمة، أدى إلى يعني ازدحام في الحركة المرورية، ازدحام في الخدمات الأساسية المتواجدة. هناك يعني ضغط شديد بالنسبة للنازحين، وفي كل الأحوال يحدث النزوح في بعض الأماكن القريبة من مناطق المواجهات. على سبيل المثال في حجة كان هناك نزوح إلى مناطق كشر أو منطقة بكيل المير أو المناطق التهامية القريبة منها. وأيضا هو الحال بالنسبة للحديدة، إلا أن الأجواء لا تساعد على بقاء أولئك النازحون في تلك الأماكن، لأن الخدمات الأساسية لا تتوفر. وهذا طبعا هو السبب الرئيسي، هو تحالف العدوان السعودي الذي سبب في هذه المأساة، لأن هناك حصار مطبق وأدى زيادة إلى الوضع الإنساني الحرج. عندما تم نقل البنك إلى محافظة عدن أصبحت يعني إمكانيتنا كحكومة حديثنا في هذه المحور عن الموضوع هو إنساني بحت، لأنه إذا أردنا الدخول بالمسببات السياسية فكل طرف يرمي الاتهام على الطرف الآخر. يعني إذا كان مثل حضرتك تتهم التحالف السعودي مع ما يسمى أو ما تسميه بالحكومة الشرعية، فهم الحكومة الشرعية تتهم بالتالي الحوثيين وإيران من خلفهم بهذا الموضوع. ولكن في المحصلة يعني بعيدا عن هذا الخلاف الذي لا ينتهي إلى الآن، هناك مدنيون، هناك نازحون، هناك حالة إنسانية ووضع إنساني صعب يجب النظر إليه من كلا الطرفين. سأركز معك أكثر على هذه النقطة، ولكن اسمح لي قبل ذلك أن أذهب إلى رانيا أدريدي التي أعدت لنا إحصائيات حول النازحين في اليمن. بعد نحو 4 عوام من الحرب تحول اليمن إلى ساحة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يتواجد فيه أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، بينهم أكثر من 3 مليون نازح يعانون الأخطار والأمراض والعراء. وفق بيانات لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 2 مليون شخص حاليا يعيشون في ظروف صعبة بعيدا عن منازلهم ومحرومون من الاحتياجات الأساسية. الإحصائيات تقول إن عدد النازحين يصل إلى حدود 3,400,000 نازح يتوزعون على كثير من المناطق اليمنية، أبرزها محافظة مأرب التي استقبلت ما يزيد على 500,000 نازح، تليها عدن ثم تعز لتأتي حجة كرابع محافظة نزح إليها السكان وفق ما ذكرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. ففي فبراير شباط الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 47,000 شخص اضطروا إلى النزوح إلى عدن من جراء المعارك التي شهدتها محافظتا تعز والحديدة. ووفق تقارير المنظمات المحلية والدولية، فإن أوضاع النازحين في مناطق النزاع تزداد سوءا مع تفشي الأمراض وشح المياه والغذاء، في ظل أوضاع اقتصادية تنهار فيها العملة الوطنية ويغيب فيها دور الدولة. وفي هذا الخصوص حضر تقرير مشترك للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى التشرد وفقدان الثقة في المستقبل. تنضم إلينا من عدن السيدة نسيم أحمد سالم، وهي رئيسة مؤسسة أرمان لحقوق الإنسان. أهلا بك سيدة نسيم إلى شبابيك. إذن تبعنا هذه الإحصائيات التي أعدتها الزميلة رانيا عن أعداد النزوح، ويضاف يعني إلى مشكلة النزوح هي ليست فقط في هذه العملية ولكن ما يرافقها من موضوع تفشي الأمراض وخاصة الكوليرا، وما تحدثت عنه المنظمات مؤخرا عن ارتفاع عدد الإصابات أو نسبة الإصابات إلى 170%. ما الذي يمكن فعله في هذا الصدد؟ أوكي. طبعا بالنسبة لنازحين في محافظة عدن، طبعا الحالة مأساوية جدا، عدد كبير، وفود كبيرة من النازحين توفدوا إلى عدن، وبالذات مديرية دار سعد. تعتبر هذه المديرية كما نقول أنها أفقر مديرية، تفشي الأمراض فيها بشكل كبير.
أيضا سوء التغذية لدى الأطفال، الوضع مؤسف للأسف. تحركات المنظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية تحرك بطيء جدا لهذه الشرائح. نحن دائما كل يوم نستقبل مقابل 200 أسرة أو 150 أسرة نازحة تحتاج إلى رعاية. وهناك أيضا العنف الأسري المتواجد، كذلك اغتصاب الأطفال. فالآن متواجدين النازحين عن طريق المدارس، يعني تقصدين وكذلك عند أقربائهم. ولكن تقصدين بأنه ظواهر العنف الأسري والاغتصاب هي زادت مع موضوع الحرب والنزوح؟ أيوة، الازدحام المتواجد داخل المدارس والأماكن الغير آمنة للسكن، هذا أدى إلى العنف الأسري. ونحن عملنا عملية إحالة لبعض المختصين لعلاجهم النفسي ودعمهم الأطفال والأمهات الذي فارقوا برضو الأبهات، وبعضهم أو يعني استوفوا أطفالهم بسبب سوء التغذية. والتعليم طبعا غير موجود نهائيا. طيب لماذا برأيك ست نسيم بأن المناطق التي يتم النزوح إليها هي من المفترض بأنها نوعا ما هي آمنة، يعني هي ليست تحت دائرة الحرب أو المعارك، لماذا لا يوجد هناك المقومات لحياة هؤلاء؟ يعني ما الذي يعيق وصول ما يحتاجونه، خاصة بأنه كل فترة نسمع عن تخصيص مبالغ ضخمة جدا للإغاثة في اليمن؟ طبعا السؤال غير واضح، إذا سمحتي لي تعيدي للسؤال. أسألك بأنه المناطق التي يتم النزوح إليها هي مناطق ليس تحت دائرة المعارك، يعني لا يوجد فيها حرب، لا يوجد فيها معارك، وعلى الرغم من ذلك تعاني من نقص الاحتياجات بشكل كبير، على الرغم أيضا من أنه يتم الإعلان كل فترة عن مبالغ هائلة أو مبالغ جيدة نسبيا لتغطية هذه الاحتياجات. طبعا نحن مثل ما نقول أن المنظمات المختصة للنازحين هي غير عادلة، ووجودها في مناطق أخرى، يعني مثلا في مخيمات في البريقة، هذه المخيمات تمتاز بميزة اللي هي سكانها والمخيم النازحين فيها بشكل كبير، لكن المخيمات اللي موجودة في دار سعد، موجودة في اللحوم، هذه المخيمات لا توجد فيها نزول منظمات بحيث أنها تعمل عمل واضح وكبير مثل سوء التغذية. هناك بعض الإمكانيات البسيطة. نعم. طيب اسمحي لي أعود مرة أخرى إلى صنعاء مع السيد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني أيضا أود يعني أن أفهم، وأيضا كل من يتابعنا يريد أن يفهم، خاصة عندما نسمع كل فترة عن أرقام ومبالغ يتم تخصيصها للعمل الإغاثي في اليمن، وعلى الرغم من ذلك نتحدث عن مجاعة تهدد الملايين، نتحدث عن مرض الكوليرا وتفشيه، نتحدث عن عدم وصول اللقاحات إلى محتاجيها، لماذا؟ أختي الكريمة، عندما نتكلم عن المبالغ المتعلقة بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، هي لا تشكل رقما كبيرا مقابل ما كان موجود في ظل وجود الوضع الاقتصادي وعدم وجود حصار والحياة الطبيعية. إذا كان المبلغ أو المبالغ التي تنصدر للعمل الإنساني في ظل مجاعة كبيرة ونزوح وتدفق كبير، بالإضافة إلى انقطاع المرتبات، بالإضافة إلى يعني عدم وجود موارد إلى البنك، هذه كلها أكيد ستسبب إلى كارثة، وبالتالي لن تكون تلك المبالغ المخصصة للأعمال الإغاثية هي كفيلة بأن تغطي تلك الهوة الكبيرة في العمل الإنساني. طبعا هناك إشكاليات كبيرة على مستوى اليمن بشكل عام، سواء كانت في المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية، في كل الأحوال هو وضع إنساني حرج. الآن هناك تدهور للوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا، وأكيد سيلقي ظلاله على كل الشعب، لن يؤثر على سين أو صاد من الناس، وهذه أيضا أدت إلى مشكلة. معنى
بمعنى أن المبالغ التي رصدت أو المنح المقدمة من المنظمات الدولية هي لا تدخل في بند بعينه وبند الإغاثة. هناك بند يتعلق بالإغاثة، وهناك يتعلق بالإيواء، وهناك الجانب الصحي، وهناك يعني هناك جوانب كبيرة جدا تحتاج أن تكون هناك دفعة كبيرة أو حزم كبيرة. طيب، ولكن على الأقل ألا تغطي الأساسيات؟ تكون هناك أمور مساعدة على الأقل، ألا تغطي يعني هذه المساعدات؟ نعم. ألا تغطي هذه المساعدات الاحتياجات الأساسية بالنسبة للمواطن اليمني، سواء من حيث حصوله على اللقاحات اللازمة لعدم تفشي مرض الكوليرا بهذا الشكل، أو حتى لتأمين القوت اليومي بأقل قدر يعني من الاحتياجات، ألا تغطي ذلك؟ يعني هل هناك من إعاقات أو معوقات أخرى غير موضوع أن المبالغ غير كافية؟ أختي الكريمة، يظل الوضع الإنساني حرج في اليمن بكل المقاييس، وها هو تقريركم واضح في الموضوع، بالإضافة إلى أن التقارير الدولية ممثلة بالأوتشا والدبليو أف بي واليون سي آر وكل المنظمات العاملة تابعة للأمم المتحدة، تقريرها واضح في هذا السياق. وبالتالي عندما نقول أنها توفر، هناك نعم هناك حركة موجودة للأعمال الإغاثية في اليمن، لكن لم تغطي حتى هذه اللحظة إلا الشيء الذي يعني لم يسد الرمق بالشكل المطلوب. إذا قلنا أن النسبة الآن من تغطية الاحتياجات تصل ما بين 45% إلى 55%، فهي لم تؤدي واجبها بالشكل المطلوب، لا سيما أن هناك التزامات قطعت من الأمم المتحدة بشأن الأمور المتعلقة بالمرتبات. لو المرتبات موجودة كان هناك أكيد أمور كثيرة ستتغير، بالإضافة إلى أن هناك تدافع كبير على المدن الرئيسية، فأصبحت المدن الرئيسية تشكل حمل كبير. على سبيل المثال، أمانة العاصمة لدينا أكثر من 75 ألف أسرة نازحة من إجمالي 17 محافظة بما فيها المحافظات الجنوبية. يظل الوضع أيضا مأساوي، والوضع المحتقن داخل أمانة العاصمة ليصل عدد الفئات الأكثر ضعفا والفئات المستهدفة إلى أكثر من 100 ألف أسرة. نتكلم عن قرابة 200 ألف أسرة في ظل الاحتيال، يعني أن هناك أكثر من 60% من سكان العاصمة في وضع حرج. يبقى 40% هو مترنح ما بين الاحتياج اليومي، ما بين شريحة الموظفين، ما بين الشريحة المتوسطة، وها هو مثل ما ذكرنا لكم الدولار والوضع الاقتصادي يعني في وضع مأساوي، وأكيد أن هناك يعني انعكاسات سلبية وفي المجال الاقتصادي، وهي ما تؤثر سلبا على العمل الإغاثي والإنساني. تظل المأساة بكل المقاييس وبكل الأحرف وبكل العبارات مأساة كبيرة جدا. يلزم أن تكون هناك تدخلات جادة من كل المعنيين على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. بحديثك عن موضوع انهيار العملة مقابل الدولار بشكل كبير في الأونة الأخيرة في اليمن، تم الحديث عن ضخ أموال سعودية الآن إلى اليمن من أجل هذا الموضوع، هل كان هناك أي أثر؟ الإغاثة مستمرة. نعم نعم، أتحدث عن موضوع انهيار العملة اليمنية مقابل الدولار، والحديث عن أنه السعودية قامت بضخ مبلغ تقريبا من 200 مليار أو 200 مليون دولار، لا أذكر الرقم بالضبط، ولكن مبلغ معين من أجل إنقاذ موضوع العملة من الانهيار. هل في أي أثر لهذا الموضوع؟ هل حدث أي شيء بهذا الإطار؟ هل تغير سعر العملة اليمنية مقابل الدولار؟ يا أختي، المؤشرات في اليمن بكل مجالاتها السياسية والاقتصادية والإنسانية والإغاثية هي ما زالت بالمؤشر السلبي. 200 مليون دولار أو حتى المليار أو 2 مليار لا تستطيع أن تضع حلول شافية للوضع الإنساني. نحن نتكلم عن قرابة 30 ألف إنسان في المنطقة هذه في جنوب الجزيرة، يعاني الويلات، يعاني يعني سوء التغذية، يعاني الوضع الإنساني الحرج، يعني هي أكبر كارثة إنسانية حاصلة على وجه الأرض هي في اليمن. وبالتالي 200 مليون دولار أو حتى مليار أو 2 مليار، هل تقري أو يجزم الاقتصاديين أو الخبراء أنها ستحل المشكلة؟ هي عبارة عن أمبولات من أجل تهدئة الوضع ورسم الصورة الجميلة للوضع العام، لكن يظل الوضع الإنساني حرج. وتلك الأموال التي إن صح وصلت فهي لن تقضع يعني ولن تحل الموضوع إلى نهايته، وإنما سيكون هو عبارة عن مثل ما يقولون حقنة فيها نوع من التهدئة أو التخدير المؤقت، ولا أعتقد أنها ستؤتي أكلها. ست نسيم، يعني حضرتك مسؤولة عن مؤسسة لحقوق الإنسان في عدن،
الآن، ما هي أبرز الاحتياجات التي يعني يجب أن تصلكم الآن وفورا؟ طبعا الاحتياجات الآن اللي نحن بحاجة لها هي السكن الآمن والبرامج سوء التغذية وكذلك التوزيع العادل بين النازحين. يعني معنا في دار سعد نحن موجود عندنا مخيمين، اللي هو مخيم في مدرسة في مصعبين ومخيم في اللحوم. هذه المخيمات محتاجة إلى أبسط السبل، إلى أبسط الأشياء. الأطفال طبعا كل يوم تموت من العراء، طبعا في هذه الأيام سيدخل فصل الشتاء، فاحتياجات النازحين كبيرة بشكل كبير. ولكن للأسف أوجهني رسالتي أنه نلاحظ أن هناك تسييس في أعمال المنظمات. طبعا لا, 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 لا شك أنه بدأ الأستاذ بدخول ارتفاع العملة، هذا هنا ارتفاع العملة في الفترة الأخيرة، ولكن لو لاحظنا من البداية أنه لا توجد أساسا مساعدات واضحة للنازحين. تسييس يعني على أي أساس؟ نعم، تسييس على أي أساس؟ يعني اشرحي لنا أكثر. تسييس مثلا احنا نلاحظ انه في كل مثلا المنظمات المختصه في الاغاثه، هذه المنظمات دائما لها اتجاهات معينه. نلاحظ انه نزل في كان نزول نازحين جدد مثلا لهم ما بين شهر، تأتي المنظمة تطلب منك اللي لهم يومين. يعني ما زلنا حتى النازحين لهم 6 أشهر 7 أشهر لم يجدوا شيء. يعني هل وكذلك العملية على أساس مثلا من أي مدينة نزحوا أو على أساس الولاء والانتماء السياسي أو ماذا؟ كيف لا يعني أنا أقصد أن المنظمات ستعمل مع مثلا حزب معين، مثلا خاضع لأشخاص معينة. هذا الحزب هو الذي بيبدأ يشتغل على مجموعة معينة. إذن نلاحظ أن في أماكن تعطى لها أشياء أو سبل العيش، المأكل المشرب، وفي أماكن لا توجد أو منعدمة. هذا في حال كانت المنظمات خاضعة لسلطة يعني لمن يسيطر على هذه المنطقة مثلا، ولكن المنظمات الدولية هل يعني كيف يتم كمان بنفس الطريقة؟ بالنسبة للمنظمات نعم، المنظمات الدولية دائما هنا لو نشطنا عمل المنظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات المبادرات، هي هذه الفئة الشبابية هي اللي تكون عارفة ما حولها من النازحين. إنما نأتي نحن دائما عن توجيهات عبر المجالس المحلية، توجيهات عبر المحافظة، توجيهات. طبعا هذه الأشياء هنا نحن محتاجين مثلا أن يجي واحد يشتغل معنا من داخل محافظة عدن أو من داخل محافظة إب، يعني يعطينا مثلا يعني مرسل من المنظمة. هذا الشخص هل بيعرف مثلا أين وجود النازحين بشكل صحيح؟ ولكن لماذا ننشط المبادرات الشبابية، المنظمات المجتمع المدني؟ هنا سيبدأ العمل بطريقة صحيحة. حتى بالنسبة للمنظمات الدولية، يعني تقصدين بأنه إذا تم تسليم الموضوع لمنظمات العمل المدني والمنظمات الشبابية اللي حتى لكي تتعامل مع المنظمات الدولية هي التي لديها الإحصائيات صحيح الحقيقية وستقوم بهذه العملية بدون تسييس؟ صحيح. تمام. أخيرا سيد عبد الوهاب، هل نفس الوضع في صنعاء؟ هل يعني هناك معاناة من موضوع تسييس واختيار يعني مجموعات معينة على حساب أخرى؟ من الجميل يعني من مساوئ القدر أن تكون لدينا في العاصمة صنعاء من 17 محافظة، يعني كل المحافظات التي بما فيها المحافظات الجنوبية موجودة في صنعاء، ونحن لا نفرق بين هذا وذاك، نعمل ما بوسعنا على أساس أن تكون هناك استهداف. بالنسبة للمنظمات الدولية هناك تقارير واضحة وهناك لديهم منظمات رقابة والأمر مفتوح، يعني ممكن أن يكون كل يرد على ما عنده. أما بالنسبة لنا نعمل على أن تكون يعني آليتنا شفافة، ونقول بعض الأحيان نتكلم بحرارة أو حول المنظمات الدولية، لا سيما عندما نتكلم على موضوع المخيمات. أختي من عدن تتكلم أن هناك مخيمات في هنا وهناك وهناك، بينما نحن في العاصمة وفي بعض الأماكن في المناطق الشمالية منع عنا أن تقام أي مخيمات للنازحين
بدعوى أنها ستستهدف من القصف الجوي، فبالتالي سببت لنا مأساة فوق المأساة. طبعا أكيد أن الوضع المأساوي نحن يعني نشكر ما تقوم به المنظمات، لكن الشكر يكون بقدر العمل ليس شكرا واسعا، لأن هناك قصور كبير جدا في أدائها. ما زلنا نتكلم على الوضع الإنساني الحرج، يعني بعد 3 سنوات تخيلي أن تكون نسبة الاستهداف في الأمانة من المواد الإيوائية، البطانيات وهذه الأشياء المتعلقة بالأمور المنزلية، ما زالت لم تصل حتى هذه اللحظة إلى 20,000. طيب. 3 سنوات لم نستطع أن نصل إلى 30% من إجمالي عدد النازحين المستفيدين، يعني كان الله في عون. وبالتالي هذا عندما نتكلم على هذا الموضوع تماما كان الله في عون اليمنيين. للأسف انتهى الوقت سيد عبد الوهاب، انتهى وقتي، اعذرني لم اعد استطيع ان اخذ منك اي اضافات اخرى. عبد الوهاب شرف الدين، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، كنت معي مباشرة من صنعاء. كما اشكر من عدن نسيم احمد سالم، رئيسة مؤسسة ارمان لحقوق الإنسان. نذهب إلى فاصل، نتابع من بعده أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. نتعرف ضمن شباك الفنون عن المهرجان الدولي للخط والمنمنمات والزخرفة الذي أقيم في الجزائر بمشاركة حوالي 40 فنان من الجزائر ومصر وسوريا وتركيا وإيران. في شباك الثقافة نتحدث عن مدينة تونس العتيقة وما تضمنته من مساجد وأسواق وقصور وبيوت وأيضا مدارس وكيفية الحفاظ على معالمها. أهلا بكم من جديد. نذهب الآن إلى شباك هاشتاغ ومواقع التواصل الاجتماعي، وجولتنا الأسبوعية هذه المرة ستكون من لبنان، حيث نطلع على أبرز ما لفت النشطاء هناك على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراسلتنا من هناك جويس الحاج خوري. مساء الخير جويس، وأهلا بك إلى شبابيك في هذا الأسبوع، وأبرز ما لفت انتباه اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي في جعبتك، على ما يبدو بأنه أبرز الأمور كانت في الاتجاه السياسي، وربما موضوع بولا يعقوبيان هو أخذ حصة الأسد مثل ما بيقولوا. صحيح رولا، هناك العديد من الهاشتاغ التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع، ولكن اخترنا منها عنوانين أساسيين. الأول يتعلق كما ذكرتي بالحملة التي شنت على النائب والإعلامية بولا يعقوبيان على خلفية انتقادها لرئيس الجمهورية في تغريدة قالت فيها رئيس الكل أو بي الكل نزل الكل من الطيارة وطلع هو. عندما كتبت هذه التغريدة على موقع تويتر كان ردا قاسيا من الصحافي المقرب من رئيس الجمهورية جوزيف أبو فاضل، والذي أيضا كان برفقة رئيس الجمهورية في عداد الوفد الذي ذهب إلى الأمم المتحدة. كان هناك رد بالشخصي وبكرامة بولا يعقوبيان، ما أثار يعني موجة من الانتقادات لهذا الكلام الذي وجهه عفوا إلى بولا يعقوبيان. سوف أستعرض وإياك رولا والمشاهدين بعضا من هذه التغريدات المنتقدة لجوزيف أبو فاضل والداعمة لبولا يعقوبيان. حسون كتب: الحملة الشرسة ضد بولا يعقوبيان على منصات التواصل الاجتماعي مردودة إلى أصحابها، وهي لن تزيدها إلا إصرارا على متابعة عملها ومعارضة هذه السلطة الفاسدة والمفلسة. أيضا سامر أبو غيدة غرد كاتبا: كثير من الذكور وقليل من الرجال، في إشارة طبعا إلى جوزيف أبو فاضل، كثير من العمالة وقليل من الشهامة، بولا يعقوبيان وديما صادق أكثر عملا وحرية من زمرة بعض السياسيين والإعلاميين. هنا رولا أود فقط الإشارة إلى أن عددا آخر من الإعلاميات اللواتي دعمنا مواقف بولا يعقوبيان واللواتي رفضنا الكلام الذي قيل بحقها أيضا تم التعرض لهن وانتقادهن والتشهير بهن على مواقع التواصل الاجتماعي. جورج عقايس أيضا كتب: إهانة الزميلة بولا يعقوبيان إهانة مزدوجة للبرلمان اللبناني والجسم الإعلامي، استسهال البذاءة في التعبير من قبل إعلامي يطرح أكثر من علامة استفهام حول آداب الإعلام، دور المجلس الوطني للإعلام
موقف النواب من إهانة زميلتهم والتعرض لكرامتهم. هنا أود الإشارة أيضا إلى أن أي موقف رسمي لم يصدر لا من رئاسة الجمهورية حول هذا الكلام الذي قاله جوزيف أبو فاضل، علما أنه قاله عبر محطة تابعة بشكل رسمي أو غير رسمي لرئيس الجمهورية، وهي تابعة رسميا للتيار الوطني الحر. صحيح. أنتقل الآن إلى مسألة رئيس. نعم تفضل. هو الكلام اللي ذكره، اللي تم ذكره من قبل جوزيف أبو فاضل، حتى رآه البعض بأنه أيضا فيه إساءة للمرأة بشكل عام، لأنه هو استخدم ألفاظ يعني لا تليق لا على الهواء ولا حتى تحت الهواء بأن تقال، وهو قالها على الهواء، وأنه لو كانت بولا يعني هي نائب الرجل هو اللي تحدث بهذا الكلام فما كان يستطيع أن يقول الكلام الذي تلفظ به. وبالتالي الانتقادات أيضا جاءت بأنه على في نوع من التمييز ضد المرأة أيضا بأسلوب جوزيف أبو فاضل تجاه بولا يعقوبيان. صحيح رولا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تمييز آخر وهو ما يتعلق أيضا باستدعاءات تقوم بها السلطة القضائية أو في بعض الأحيان السلطة الأمنية عندما يتم انتقاد رئيس الجمهورية، فيما لا يكلف أي أحد أو أي مسؤول أو أي مرجعية يعني التحقيق أو مساءلة من يتعرض لنائب أو لشخصية لبنانية أو حتى لمواطن آخر، وهذا أيضا كان مدار انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا كما ذكرتي موضوع انتقاد المرأة والمس بأمور تتعلق مباشرة بالمرأة. بولا يعقوبيان كنائب في البرلمان، جويس لا أدري إن كان لديك اطلاع ربما قانوني على الموضوع، هل يحق لها القيام بخطوات معينة؟ لأنه ربما يعني هي لديها حصانة معينة ضد أن يتم الإساءة إليها بهذا الشكل. صحيح، هي لديها حصانة برلمانية، وهي اليوم توجهت مع موكليها إلى قصر عدل بعبدة وقدمت شكوى قدح وذنب بحق جوزيف أبو فاضل. هذا الموضوع تتم متابعته قضائيا، ولكن دعيني أشير رولا إلى أن مثل هذه القضايا عندما تكون في مواجهة شخصية مدعومة إذا جاز التعبير غالبا لا يكون لها نتيجة ولا تصل إلى يعني الأماكن المرجوة، علما أنه في موضوع بولا يعقوبيان تحديدا لمسنا يعني تضامنا سياسيا وتضامنا إعلاميا وأيضا تضامن من زملاء بولا يعقوبيان في البرلمان اللبناني، ولكن هذا لا يتعدى كونه تصريحات إعلامية لا أكثر ولا أقل للأسف. هو حتى ربما الخيال شطح أكثر، حتى بدأوا باتهامها بأنه هي كانت على علم بعملية اغتيال، وبأنه هي أعطت الإشارة بإيقاف الاغتيال بما أنه رئيس أصبح في الطيارة الآن. على كل الأحوال سنتناول هذا الموضوع بكثير من التفصيل في شبابيك في ربما غدا أو بعد غد في حال يعني جهوز تقرير عن هذا الموضوع تحديدا. الهاشتاج الثاني طبعا الموضوع الذي يشغل الآن الكثير من المتابعين، وهو اختفاء الصحفي السعودي والإعلامي جمال خاشقجي أمس في تركيا عندما دخل إلى القنصلية السعودية. تفضلي. صحيح، وفي هذا الإطار غرد نارت قائلا إذا كان الخبر صحيح فالسفارة تعتبر أرض الدولة وصاحبة السفارة ولا يعتبر اختطاف. ثانيا، سفرك خارج السعودية متوجها طبعا إلى جمال خاشقجي والوقوف مع أعدائها والتلون كل يوم بلون لن يجنبك المحاسبة، فنحن لسنا جمهورية موز. المغرد هو طبعا داعم للمملكة العربية السعودية ولا يعتبر اختفاء جمال خاشقجي بمثابة الاختطاف من قبل الجانب السعودي. أمين غرد قائلا بن سلمان ارتكب حماقة في بلد الحريات تركيا. أما ياسر المناوهلي فكتب اللي بيقولوا أنه الأنظمة العربية الحاكمة أصبحت تتصرف كالمافيا ما بيعرفش أنه حتى المافيا بيكون عندهم التزام ما في بعض الأمور وقوانين بيحترموها ويتم إقصاء من يخالفها. أنظمتنا أصبحت أسوأ من المافيا. ده بالمناسبة بمناسبة اختفاء جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلده في تركيا. هذا باختصار كما ذكرت له، هناك العديد من الهاشتاجات الأخرى ولكن اخترنا اليوم هذين الهاشتاجين لهذه الفقرة من بيروت. إلى موضوع اختفاء جمال خاشقجي، يعني تصريحات من الأمس إلى اليوم متضاربة، يعني قبل بداية هذه الحلقة لا أدري إن كان جديد حتى اللحظة، ولكن مرة يتم الإعلام من قبل السلطات التركية بأنه هي لديها معلومات عن مكان تواجده، ومرة أخرى يتم الحديث بأنه لا يعرفون
شيء، ولكن إلى الآن الموضوع ما زال ربما غامض نوعا ما. جويس، يعني ركزتي ربما في اختياراتك على المواضيع السياسية، ولكن أعتقد أيضا بأنه في موضوع شغل اللبنانيين خلال الفترة الماضية، نوع من تغيير الجو. يعني الشعب اللبناني على الرغم من كل مشاكله وكل ما يحيط به وكل هذه الأمور التي تستدعي قيام مليون ثورة في لبنان، ولكنه يحب الحياة، مثل لبنان أو ملك الجمال لبنان اللي كان الأسبوع الماضي، وفوز ماير عايدي. لاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أيضا خلق جدل سياسي على اعتبار بأنه في فريقين معينين، كل فريق أراد أن يعتبرها تابعة له. تفضلي إذا بتعطينا معلومات أكثر. صحيح. بداية رولا، دعيني أشير إلى أنه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك مقارنة كثيفة إذا جاز التعبير بين ماير عايدي وبين ملكة جمال لبنان السابقة وملكة جمال العالم جورجينا رزق. العديد من النشطاء على مواقع التواصل اعتبروا أن هناك شبه كبير بين هاتين الفتاتين وبين هاتين الملكتين. كما ذكرتي، كانت هناك يعني بعض المناكفات على مواقع التواصل الاجتماعي. أول ما تم اختيار ماير عايدي، تبنى التيار الوطني الحر هذه الفتاة وقال إن هذا هو كونها هي من أبناء البترون. البترون هي أيضا بلدة وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكان المبروك ليس فقط لماير عايدي وإنما أيضا لجبران باسيل. إلى جانب هذا الموقف، كان هناك أيضا يعني أنصار القوات اللبنانية اعتبروا أن ماير عايدي هي قوتية لأن والدها كان يشغل منصبا قياديا للتيار الوطني الحر في منطقة جرود تنورين. وعندما يعني ظهر هذين الخبرين، بدأ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بخلق نماذج أخرى للأحزاب حول تبنيهم أيضا لماير عايدي كابن مناصرة لهم أو تابعة لهذا الحزب أو ذاك. حطوا كمان على تيار المستقبل وحزب الله، يعني عملوا له كثير لوجويات لإله خاصة، حتى حزب الله. صحيح الموضوع تماما. وهو الغريب أنه الشعب اللبناني يعني بيتنفس سياسي، يعني حتى بأمور الجمال بيحط له إطار سياسي. والغريب أيضا أنه الأمور السياسية هي اللي هي وفي كل الأزمات والمآسي كمان. تماما تماما. أنا بتشكرك جويس. صحيح. على حتى في المواضيع ايه، تفضلي قولي. نعم رولا، لا كنت بقول انه حتى في الامور يعني الاكثر مأساوية يجد اللبناني بعض المزاح وبعض النكات لتركيبه على هذا الموضوع السياسي. تماما. انا بتشكرك جويس الحاج خوري على هالاطلاله لهالاسبوع، وبننتظرك الاسبوع المقبل باطلاله جديده. شكرا لك. إلى شباك الفنون الآن، فبمشاركة 15 دولة عربية وإسلامية احتضنت الجزائر فعاليات المهرجان الدولي للخط العربي والمنمنمات والزخارف على مدى 6 أيام. تعرف الجمهور الجزائري على إبداعات الفنانين المشاركين، كما شكلت المناسبة فرصة للخطاطين في تبادل الخبرات. حسام تكالي والتفاصيل. لقاء مع المنمنمات، مع الخط العربي والزخارف، مع مزج الحروف والألوان، كل ذلك في مهرجان دولي بالجزائر. كان فرصة خالد سبع الذي مثل الجزائر قبل ذلك في مهرجان بينالي لأن يعرض لوحاته. خالد موقن بأن الإبداع يصنعه الخروج عن المألوف. أنا لا أستعمل الخط العربي ككلمة أو فقرة أو نص، بل استعمل الحرف لتشكيل اللوحة. هذا هي فلسفتي في العمل. حضر في المهرجان عرب وعجم، جمعهم الحرف العربي. إنه مهرجان مشهور جدا في بلدان عديدة، لا سيما الإسلامية منها، بتخصصي في الفن الإسلامي للزخارف والمنمنات. أما ليال فجاءت من الأردن مشاركة بزخرفات عثمانية. الطريقة العثمانية كبداية هي استهوتني، وثانيا هي كانت دراستي يعني في جامعتي، هم يستخدموا الأسلوب العثماني. استقطب المهرجان زوارا جزائريين
الدقة والجمال والألوان أثارت إعجابهم. أنا مرتاح لهذا المعرض وأتمنى أن يتكرر. من فوائده التعريف بالخط العربي. أول مرة نشوف هذه اللوحات، خاصة هذه الكتابات بالقرآن الكريم. تعول محافظة المهرجان عليه كثيرا، فهو فرصة لاحتكاك الخطاطين والفنانين من مختلف بقاع العالم الإسلامي. صحيح أن الحرف يحمل اللغة، لكنه في المهرجان الدولي للخط العربي والمنمنمات والزخارف الذي تحتضنه الجزائر يحمل الأناقة والجمال، كما تحمل المنمنمات والزخارف حضارة أمة بأكملها. حسن تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلي من الجزائر السيد عبد الرحمن كحلان، فنان تشكيلي. أهلا بك سيد عبد الرحمن إلى شبابيك. إذن مهرجان دولي للخط العربي والمنمنمات بمشاركة 15 دولة عربية وإسلامية، ما الجديد في هذا المهرجان؟ هو هذا المعرض هو مو جديد، هو الثاني دوزيام إديسيون كي جاز في قصر الثقافة. والله أنا فرنسي ما بعرف، فخلينا على العربي أحسن. هي ثانية، اسمح لي أنا أتكلم. هي ثانية إديسيون، هي هذه هي الثانية. نعم، الثانية في معرض هذا. الدورة الثانية من هذا المهرجان أو هذا المعرض. تمام، الدورة الثانية من هذا المهرجان. احكي طبيعي. نعم. بالعامي مو شرط تحكي بالفصحى، يعني عادي مسموح. اوكي شكرا. انا في الهاتف شوية ثقيل. اوكي تمام. ما هو الجديد، يعني ما هو الجديد في هذا المعرض؟ هو هذه الدورة الثانية، هل من شيء جديد تم تقديمه خلال هذه الدورة ام هو استكمال للمرة الماضية؟ هي جات هذه الجولة الثانية، هي خير من الجولة الأولى. هي خير من الأولى، فيها عدات فنانين جزائريين وفنانين من العالم العربي. يسمى هذه جاز معرض جميل كثير. يعني كان في مشاركة أكبر. أنا ما شاركت في المعرض، أنا فنان تشكيلي. نعم، ما عنديش مشاركة في هذا المعرض. هذا هو معرض تاع الخط العربي، الفنون الخط العربي. نعم. هل يجذب الجزائريين؟ يعني هكذا نوع من المعارض تجذب الجمهور الجزائري؟ كثير كثير كثير، بزاف المعارض، عجب بزاف هذا المعرض هذا اللي فات. فوالا. جميل. طيب، وردت يعني نوع من الفن في هذا المعرض اللي هو الخط العربي والمنمنمات، لو تشرح لنا المنمنمات. منمنمات، وفيه ما نقدرش نشرح لك هكذاك كيفاش. ولا لا بالفرنسي، يعني تشرح لي بك تشرح لي بالفرنسي معناتها. يا يو ميلونج دو ميلونج دو كاليغرافي و مينياتور، فوالا يا يو لي دو. الله يسلمك يا رب، شكرا. هي أنا طلعت على اللعب، شوف شو هي المنمنمات، فهي أنه نوع من الصورة المزخرفة في مخطوط وكانت منتشرة بالعصور العثمانية والبيزنطينية والبيزنطية والفارسية بالمجمل. طيب، حضرتك ما شاركت بهذا المعرض، ولكن ما الذي يجذبك للاهتمام بهكذا نوع من الفنون بما أنك فنان تشكيلي؟ كيفاش ما فهمتش؟ يعني حضرتك قلت بأنك لم تشارك بهذا المعرض، ما الذي يجذبك في الخط العربي وفن المنمنمات باعتبارك فنان تشكيلي؟ يسمى الفن اللي يهمني في الفن هذا، الفن الخط العربي. نعم. ألو؟ نعم، أيوة تفضل. أنا لا مينياتور، المنمنمات، الخط العربي المنمنمات، فما كيما كيفاش نفهمك. نعم. أنا بتشكرك أستاذ عبد الرحمن كحلان، فنان تشكيلي من الجزائر العاصمة، شكرا لك على هذه المشاركة.
نبقى في شباك الفنون، لكن نذهب الآن إلى بلجيكا حيث انطلقت الدورة 33 لمهرجان السينما الفرانكوفونية في مدينة نامور جنوبي بلجيكا، والتي تشهد هذه السنة أيضا مشاركة مجموعة من الأفلام المغاربية والعربية التي يتنافس بعضها على جوائز المهرجان. بعد أن طغت لسنوات المواضيع الاجتماعية على الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية التي يعرضها مهرجان السينما الفرنكوفونية، اختار الساهرون هذه السنة أن يكون لعشاق الفن السابع في الدورة 33 فرصة للاطلاع على أفلام متنوعة المواضيع والاهتمامات. فيلم معاركنا الذي افتتح المهرجان يتطرق مرة أخرى إلى موضوع جاد، لكن يعرضه بطريقة خفيفة. وأنا أعتقد أن الجديد هذه السنة في المهرجان هو وجود مجموعة من الأفلام الخفيفة والكوميدية. ومن الأفلام التي تتنافس على الجائزة الرئيسية للمهرجان ولدي من إخراج التونسي محمد بن عطية، فيلم يقص حكاية والدين كرسا حياتهما من أجل سعادة ابنهما ويشعران بالقلق الكبير على مستقبله، خاصة بعد أن أصابته وعكة صحية. لكن الابن يختفي فجأة قبل أيام من موعد امتحانات السنة النهائية بالمدرسة، ليكتشف الأب أنه سافر إلى سوريا، فيبدأ رحلة بحث عنه هناك مليئة بالتساؤلات. أحب الأفلام التي تتطرق إلى حكايات واقعية وليس قصص حب لا معنى لها، فأنا أفضل الأفلام التي لديها مواضيع هادفة. كنا قد قدمنا قبل سنوات فيلما آخر لمحمد بن عطية، مشاركة فيلم ولدي لا علاقة له بضرورة وجود فيلم عربي على القائمة، ولكن لأنه جيد ويستحق ذلك. الفيلم المغربي صوفيا يتنافس من جهته على جائزة أول فيلم طويل، فيلم يتطرق إلى ملف اجتماعي شائك يخص الحملة خارج إطار الزواج. ومن خلال قصة صوفيا التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن الأب لاستكمال الإجراءات الإدارية لتسجيل مولودها، يكشف فيلم المغربية مريم بن بريك عن تناقضات مجتمعية ومعاناة الأم العازبة في مجتمع ذكوري محافظ. تحول المهرجان الدولي للأفلام الفرنكوفونية إلى منصة مهمة للأفلام المغاربية والعربية التي تحظى بحضور مهم يتجاوز العرض العادي إلى التنافس على الجوائز. لبي فهمي، التلفزيون العربي، نامور. نذهب إلى فاصل نتابع من بعده. تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين المكسيك وأمريكا وكندا مع الزميل محمد المشد ضمن شباك المال. التحكم بجميع أجهزة وتطبيقات المنزل بمنظومة واحدة هو ما سنتعرف عليه اليوم في شباك التكنولوجيا مع الزميلة سلمى ناصر. المشي على الحبال في داغستان في روسيا هو ما سنتعرف عليه اليوم في شباك الدنيا. بكم من جديد. بالعودة إلى موضوع نقاشنا الرئيسي في بداية الحلقة، حيث تحدثنا عن النازحين في اليمن، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي سؤال عن هذا الموضوع، وهو كيف يمكن الحد من تفاقم مأساة النازحين في اليمن، واخترنا بعض الإجابات التي وردتنا والتي نبدأها كالتالي. نبدأ بإجابة من المشترك عبد، والذي يقول: ما دام الصراع قائما بين الإخوة الأعداء الساعين إلى السلطة دون وضع مصلحة وحياة الشعوب في الواجهة، فليس هناك حل إلا معاناة الشعب. إذن كان هذا رأي عبد عن هذا الموضوع، والذي يتفق مع حال الكثير ربما من اليمنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل من هذه الحرب الطاحنة هناك. نذهب إلى إدريس، والذي يقول: توقف الحرب وأن يتركنا التحالف بحالنا. إدريس هنا يلقي باللائم على التحالف بقيادة السعودية في هذا الموضوع كما يرى من وجهة نظره. مشارك آخر يقول: عدم تدخل إيران هو الحل الوحيد لكل المشاكل.
أيضا هذا المشارك الذي يرى بأنه أيضا تدخل إيران هو السبب في هذا الموضوع، وعلى ما يبدو بأنه يعني هناك اتفاق على عدم الاتفاق في المسبب لهذه الحرب التي في النهاية يدفع ثمنها الشعب اليمني. إذن كانت هذه مجموعة من المشاركات التي اخترناها لكم، بإمكانكم دائما مشاركتنا على منصات التلفزيون العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. شباك الثقافة اليوم يعود بنا إلى عام 698، عام تأسيس مدينة تونس العتيقة حول جامع الزيتونة، مدينة غنية بالمعالم الدينية والمدنية من مساجد وأسواق وقصور وبيوت ومدارس، لكل معلم تاريخ وقصة تبهر السياح والزوار. هو باب البحر الذي يفصل الجزء الحديث لتونس العاصمة عن القديم المدينة العتيقة. هنا في هذا الجزء العتيق الذي يعد قبلة السياح الأولى في الموسم الصيفي، يرتبط تاريخ المدينة بستة عشر سوقا تتمحور كلها حول جامع الزيتونة المعمور. أتينا من إسبانيا للسياحة وقد أعجبتنا المدينة العتيقة كثيرا لأن كل ما فيها هو تونسي. في أزقتها الضيقة تتعدد الأسواق، سوق النحاسين وسوق الشواشين وسوق السكاجين وسوق الفكة وسوق الترك، هي ملاذ السائح لما توفره من منتوجات يدوية ومحلية. أتيت من فرنسا لقضاء عطلتي الصيفية في تونس، وأكثر ما شدني في المدينة العتيقة هو طيبة الأشخاص وتنوع المنتجات الموجودة فيها. مكان نابض دوما بالحياة على امتداد قرون من الزمن، هكذا دكاكين المدينة التي تحيطها الأبنية الأثرية والمقاهي القديمة من كل جهة، تقدم لزائريها ما لا تجده في أماكن أخرى، البهارة بأنواعها، الحلويات ومحلات المأكولات التونسية التي يمر بها الوافد على المدينة والمغادر منها. التوريس أكثر حاجة يعرفوها في تونس اللي هي مثل بمبلوني المشموم، حاجة العربي كيف الكسكسي كيف بمبلوني التاي. روح يفوح منها عبق التاريخ وتراث ما زال يحافظ على خصوصيته التقليدية والغذائية، ما يجعله وجهة سياحية يتوافد الزائرون عليها من كل أصقاع العالم. لا يسعك وأنت زائر للمدينة العتيقة أن تخرج منها دون أن تأكل البمبلوني، أحد أشهر أنواع الفطائر في تونس وأكثرها انتشارا في الأماكن السياحية خاصة، فكل شيء في المدينة مختلف حتى الأكل فيها فهو تونسي بامتياز. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي من المدينة العتيقة تونس. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس العاصمة السيدة يسر الحيزم، كاتبة في جريدة المدينة تعنى بالتراث التونسي. أهلا وسهلا فيك سيدة يسر. قبل أن أبدأ معك الحوار عن تونس العتيقة بنقول لك سؤال المخرجة اللي سألت عن شو اسم الأكل اللي طلعت آخر شيء بالتقرير، الإيش؟ البلبلوني، أكلة البلبلوني. البمبلوني. 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 تمام. هل هي أكلة تراثية تونسية؟ تراثية إلى حد ما يعني. نعم. طيب واضح بأنه تونس العتيقة في تلك المنطقة ما زالت نوعا ما تحاول الحفاظ على الشكل التراثي، سواء من نوعية الأكل المقدم الذي يتم تقديمه أو حتى من الحفاظ على المباني بشكلها القديم. إلى أي درجة فعلا ما زالت نفس النسخة التي كانت في البداية؟ للأسف فما العديد من المباني اللي فقدت الطابع متاعها القديم نظرا للترميم اللي مش متاح ديما واللي تكلف معناها أموال طائلة، فبالتالي فما البعض اللي قدرت الدولة أنها تحميه وفما البعض الآخر اللي ما نجمتش للأسف شديد لم تستطع أن تحميه معناها من الهدم أو من الحالة اللي هو وصل لها، بالتالي يا إما متروك يا إما أغلق. لكن فما بعض الديار أو القصور اللي ما زالت تتمتع بالطابع متاعها القديم. هل إلى ماذا يعود السبب؟ هل القوانين، المشكلة بالقوانين أم ماذا؟
المشكلة فما مشكلة متاع قوانين، لكن فما مشكلة أكبر هي مشكلة إمكانيات، لأنه الدولة تلقى روحها مثلا المعهد الوطني للتراث المكلف بالترميم يلقى روحه أمام معناها عشرات الديار التونسية اللي في حاجة لترميم، بالتالي والتكلفة باهظة متاع الترميم اللي تستحق مختصين في المجال هذايا ومهندسين معماريين. لكن فما البعض اللي تمتع بالترميم واللي لحد الآن مازال قائم، كما مثلا دار الأسرم 1 ودار الأسرم 2، فما عديد الديار التونسية اللي مازال تتمتع بشكلها ورونقها القديم، لكن البعض الآخر للأسف الشديد فقد الوحدة متاعه، معناها الجمال المعماري القديم والطابع القديم، وهدم البعض منه والبعض الآخر أتلف تقريبا. وبالتالي لكن هذا لا يمنع أنه ما زال فما جمالية وما زال فما بعض الديار اللي تتمتع بالطابع القديم متاعها المزيان التونسي الأصيل. الملكية لهذه المباني والمناطق، يعني هو تونس العتيقة فيها ربما بيوت هي ليست ملك للدولة، إلى من تعود ملكية جميع هذه المباني؟ هو فما حالتين، فما حالة أنه الدولة هي اللي تشري المنزل أو الدار هذيك من عند السكان الأصليين متاعو، دونك تقولهم ناخذوا من عندكم سعر رمزي وهكاك هي تنجم تحافظ عليه. وفما ناس اللي ما قبلتش أنها تبيع المنازل متاعها فلازلت تقطن فيها تسكن فيها، فحالتها يا إما يصلحوها هما يعني يقوموا بترميمها السكان الأصليين أو الملاك الأصليين، يا إما الدولة تحاول أنها تفرض عليهم ترميمها ولا تحاول تساعدهم في الترميم. لكن الأولوية طبعا في شراء المنازل القديمة أو القصور هذه هي للدولة، الدولة تنجم تخوهم بسعر رمزي من عند الملاك الأصليين تشريهم هي يعني. وهذا هذا القرار من اليونسكو، يعني من المنظمة العالمية للحفاظ على التراث، دونك هي اللي تفرض على الدولة التونسية أنه يا إما ترمم يا إما تشري المنازل هذه لكي تبقى في أو تبقى على ملك ملاك نعم، ولكن دون تغيير يعني لكي لا يقوم تبقى على ملك لكي لا يقوم المالك بتغيير أي شكل من معالمها، صحيح؟ نعم نعم، تفرض عليه خاصة أكثر من المدينة العتيقة، حتى في سيدي بوسعيد تفرض البلدية بلدية سيدي بوسعيد على الملاك الأصليين أنهم يحافظوا على اللون الأزرق مثلا واللون الأبيض متاع الديار متاعهم. وبالنسبة للمدينة العتيقة نعم إلى حد ما فما العديد من التجاوزات اللي الدولة ما زلت ما فقتش بها، لكن تفرض عليهم نعم نظام خاص وطابع خاص باش تقعد المدينة العتيقة تحافظ على رونقها. وعلى الرغم من ذلك، على الرغم من هذا الفرض كما ذكرتي ست يسر بأنه أيضا في مشكلة بالقوانين، في مشكلة بالإمكانيات للترميم، ولكن السؤال بأنه عادة أي مدينة عتيقة في أي مكان يعني هي مصدر للسياحة، مصدر للزوار، فبالتالي هي مصدر للدخل، أليس كذلك؟ يعني قد يكون هناك توازن بين موضوع نعم. هي مصدر للدخل فبالتالي توفير الإمكانيات لها لتعطينا المردود فيما بعد. نعم بشكل كبير هي مركز للدخل لكثير من الناس، حتى المش من سكانها يعني مش من سكان المدينة، فيها عديد من الأسواق كما سوق السكاجين، كما سوق النحاسين، كما سوق الشاشية والشواشين، كما سوق البركة أو سوق الذهب يعني بتونس. دونك هي مصدر رزق للكثير من الناس، بالتالي نعم هي مصدر للكثير من الناس، حتى للناس الذين لا يقطنوا في المدينة العتيقة، يعني يجيوا من بلايس بعاد، يجيوا من أماكن أخرى لكي يشتغلوا في المدينة العتيقة. نعم أشكرك من تونس العاصمة يسر الحيزم، كاتبة في جريدة المدينة تعنى بالتراث التونسي، شكرا لك. إلى شباك الدنيا الذي نتعرف فيه على محمد من روسيا، والذي يتقدم بحذر على متن دراجته الهوائية فوق حبل يعلو أمتارا عدة عن الأرض، محيا بذلك تقليدا يعود إلى قرون عدة من تاريخ بلدة داغستان. في قرية جهجاه النائية من هذه الجمهورية الروسية الجبلية الواقعة في القوقاز، يمارس هذا الفتى البالغ 13 عام ركوب الدراجة على حبل معلق في الهواء،
وهو تقليد يوشك على الاندثار. وبحسب المرويات الشعبية في داغستان، كان المشي على الحبال وسيلة للانتقال السريع بين القرى الواقعة على قمم المرتفعات. أحب المشي على الحبل لأن أجدادي وأجداد أجدادي كانوا يمارسون هذا التقليد، وأرغب في إحياء هذا الفن عندما أكبر حتى يتمكن أطفالي وأحفادي من المشي على الحبل. وأريد أيضا أن أفتح مدرسة لتعليم المشي على الحبل هنا في هذه القرية. يشتهر هذا النوع من الفن خاصة بين اليزيجينيون، وهم شعب قوقازي يعيش في جنوب جمهورية داغستان الروسية، ويحظى فن المشي على الحبل بالتقدير والاحترام بينهم. وأنا سعيد بذلك لأن هذه ضمانة قوية بأن هذا التقليد لن يختفي أبدا. للأسف بدأ هذا التقليد في الاختفاء، لكننا نحاول الحفاظ عليه. فمنذ عام 95 بدأت أطرق أبواب المؤسسات الحكومية، سواء كانت وزارة الثقافة أو غيرها من الجهات المعنية، ليوضح لهم أن داغستان هي جمهورية السيرك، ويجب أن يتم تأسيس سيرك هنا، وأنا أعمل فقط من أجل هذا الأمل. الآن يعمل معنا فقط من يهوى هذه الرياضة، لأن القيم مختلفة الآن، والناس يذهبون حيث يمكنك كسب المزيد من المال، خاصة الشباب. شباك التكنولوجيا اليوم نتعرف على البيت الذكي الذي أصبح من التعبيرات الدارجة في الوقت الحالي، حيث يوفر الراحة والرفاهية لسكانه. سنتعرف على أهمية هذه البيوت الذكية وما الذي ننتظره في المستقبل وما أهم التحديات أمامها. البيت الذكي خطوة حقيقية نحو المستقبل، تسير بها التكنولوجيا بخطوات واثقة. التحكم في جميع أجهزة وتطبيقات المنزل بمنظومة واحدة هو ما يحاول العلم التوصل إليه في ظل اقتصاد للموارد والتخفيف من استهلاك الكهرباء. قلنا العام الماضي أن إنترنت الأشياء قادم، وها نحن هنا، كل شيء حولنا ذكي. وصحيح أن أجهزتنا تصبح أكثر ذكاء مع الوقت، ولكنها لم تتواصل فيما بينها بذكاء. هذا العام بدأنا برؤية إمكانات المطبخ الذكي وغرفة المعيشة الذكية، لأننا في النهاية نمتلك شبكة تجعل الأجهزة قادرة على التواصل بعضها مع بعض والاستفادة من نقاط قوة بعضها بعضا. تطبيقات عدة بدأت تتنافس في هذا المجال، غسالة صحون ذكية، وجرس يعرض فيديو مباشر لمدخل البيت، وثلاجة ذكية من سامسونج تعمل باللمس وتملك مساعدا صوتيا. فكل شركة تستعرض أحدث ما في جعبتها. ورغم أن المستقبل الواعد أمام البيت الذكي، إلا أن تحديات عدة قد تعرقل طريقه. أعتقد بالنسبة للمستهلكين من الأفضل انتظار ما تحمله الأيام القادمة وما هو الأفضل. لا تريد أن تشتري شيئاً وتكتشف بعد عامين أنه لا يمكنه القيام بالعمل مرة أخرى ولن تستطيع أن تستفيد منه. التريث إذن هو كل ما نملكه أمام تقنيات المستقبل القادمة، فقد يأتي اليوم الذي يبدو فيه خيال الإنسان محدوداً أمام ما تقدمه التكنولوجيا لنا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلي الزميلة سلمى ناصر. مساء الخير يا سلمى. مساء النور. يعني موضوع شيق ويعني مثير للاهتمام الآن، خاصة بأنه أصبحت فعلا هذه الكلمة دارج، البيوت الذكية، ونسمعها حتى في إعلانات البيوت الآن التي يتم الحديث عنها. تابعنا في التقرير الحديث عن الأجهزة ربما الذكية واستعمالاتها، وأصبح الجميع ربما يعرفها، ولكن السؤال هنا، كل من يمتلك أجهزة ذكية هو يمتلك بيت ذكي أم ماذا؟
لا طبعا، الأجهزة الذكية بحد ذاتها شيء والبيت الذكي شيء. البيت الذكي هو خلينا نفكره نفصله تفسير أو تعريف بسيط، هو بيت بتحكمه التكنولوجيا بالكامل، إن أنا أقدر أتحكم بالبيت عن طريق ضغط الزر على لوحة التحكم، عن طريق جهاز اللوحي، عن طريق هاتف الذكي. يعني خلينا نقول مثلا ببساطة، أنا أقدر أقوم بعدة مهام بضغط الزر، مثلا إني أتحكم بالإضاءة في البيت، أتحكم بالستائر، أتحكم بالتلفزيون، أتحكم بالسينما المنزلية عن طريق هاتفي الذكي. فهذا هو البيت الذكي. طبعا البيت الذكي قائم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الذكية، فأنا ممكن يكون عندي سامسونج ذكية ثلاجة بس ما عندي بيت ذكي، فهي يعني مجموعة الأجهزة الذكية متواصلة مع بعضها هي بيت ذكي. يعني لازم يكون في تكامل بين كل الأجهزة، وحتى طريقة عمل البيت نفسه مو شرط الأجهزة اللي بقلبه لحتى نقدر نسميه بيت يعني هي درجات ذكي. درجات إنه أنت مثلا عندك البيت ممكن تتحكم أنت بالإضاءة بس تكون أجهزة كلها مش ذكية، فأنت شو درجة أنت بدك إياها يكون بيتك، أي درجة هو بيت ذكي؟ عادة لماذا يتجه بعض الناس إلى الرغبة في الحصول على بيوت ذكية؟ ما الذي تؤمنه؟ هلا قصة البيت الذكي خلينا نحكي إنه إحنا عادينا عايشين في عصر السرعة، تمام؟ كل شيء حوالينا ذكي، أنت بتستخدم أجهزة ذكية، تستخدم تلفزيون ذكي، فصار يمكن زمان كانت عبارة عن ضرب من ضروب الخيال، تشوفها بالتلفزيونات، تشوفها بالأفلام، بس هلا يمكن وصلت لدرجة تكون حتمية، إنه أنت بدك شيء يريحك، يوفر عليك وقتك، يوفر عليك طاقتك، فهذا هو البيت الذكي. هلا خلينا نرجع بالزمن شوي. البيت الذكي كان فكرة قديمة، ولكن أول مشروع بيت ذكي كان في ألمانيا في عام 1990، كان عبارة عن نتاج مشترك بين مهندسين معماريين ألمان ومهندسين اتصالات. كان هدفهم أنهم يجيبوا بيت يقدروا عن طريقه يوفروا الطاقة. طبعا كان فكرة تختلف تماما عن الفكرة عندي، كان عبارة عن كل نظام بحد ذاته، نظام الصوت لحال، نظام الإضاءة لحال، فكانت أنه بيت ذكي ولكن مش بالشكل احنا شايفينه الوقت الحالي. وتوفير الطاقة يمكن مثلا بانه الغرفة اذا كان فيها الاضاءة فهي لحالة بتعرف بانه خارج منها الناس الان، فبتطفي الاضاءة او بتطفي التدفئة او بتطفي والى اخره. بالضبط، انا مثلا مروح الساعة 5 مش مضطر ادفع شغل التدفئة طول اليوم، ممكن عن طريق هاتفي الذكي على 4:30 ابلش شغل التدفئة او شغل التبريد في البيت، بدل ما استخدم 12 ساعة ممكن نص ساعة يكون البيت كله دفي. فهذه كانت احد الاسباب توفير الكهرباء وكمان الراحة. هلا كمان عنا صارت يعني درجة إنه البيت الذكي تطور، مثلا صار عندي سيناريوهات معينة أنت بتعمليها للغرف بتاعتك. مثلا أنا عندي sleeping mode أو عندي wake up mode، إنه مثلا بصحى الساعة 6:30 الصبح ببلش البيت الذكي أنا عامله إنه 6:30 بدي أصحى، ببلش يرفع ستاير، يخفض التدفئة، يشغل سخان الماء الكهرباء للاستحمام أو سخان القهوة. فهذه كل أنواع الرفاهية أو الراحة للإنسان، هو بده يريح حاله بأقل جهد وأقل وقت ويستغل أقل كمية من الكهرباء. وإذا كان موضوع التوفير بيدخل بالموضوع كمان، أيوة. فبالتالي تكلفة البيت الذكي يعني هل هي كمان تكلفة قليلة مقارنة بالتوفير؟ هلا زمان كانت جدا مكلفة، ولكن في الوقت الحالي في شركات كتير بتقوم في هذا المشروع. يعني عندي صار مثلا طبعا حسب حجم البيت، حسب الإمكانيات اللي أنت بدك إياها، في ناس تتوجه لرفاهية بشكل عام، في درجات للبيت، في درجات تماما. بس هلا في شركة تعمل بادجت، إنه أنا عندي مثلا إذا أنت بتحتاج الستائر والكهرباء والإضاءة ممكن عندك هذا البادجت، هل أنت عندك كم غرفة نوم، فبتختلف حسب الدرجات اللي أنت بدك إياها، ولكن حتصير في الوقت الحالي ولا قدام حتصير بتناول اليد، لأنه هذا هو التوجه لإلها. وهي الحاجة لإلها عادة من هل هي رفاهية؟ يعني هل يتم إلى الآن النظر إلى الحاجة لها كرفاهية؟ هي مش رفاهية، هي راحة نوعا ما، ولكن كمان بتوفر لي باستهلاك الطاقة. بدأ بدور على بيت مستدام أقدر أستخدمه مش سنتين ثلاثة زي مثلا عندنا الأجهزة التليفون، أنا مضطر كل سنتين أعمل أو كل سنة أعمل أبجريد. فأنا بنظر لهذا البيت، هل أنا مضطر أنه خلال سنة سنتين أعمل أبجريد ولا خلاص بطل يشتغل عندي؟ تماما، هي النقطة اللي ذكرتيها جدا مهمة، خاصة هلا عم في معاناة كبيرة بيجبروكي مثلا تشتري تليفونات موبايلات. صحيح. كل سنة بيجبروكي لأنه عم يغيروا تحديثات معينة. تماماً. وحتى كمان الموبايل صار عم ينتزع أسرع، تماما بطاريته بتنتزع بشكل سريع، فأنت مجبرة أنك تضلي عم تشتري جديد. البيوت هاي من نقط تحدية، أنا بدور على بيت مستدام. هلأ في قبل أسبوعين كان في ألمانيا مسابقة من 21 دولة مشاركة فيها لاختيار أفضل تصميم للبيت الذكي يكون مستدام وصديق بالبيئة، لأنه يعني أنا كل سنتين ثلاثة ينزل أقدر أعمله أبجريد تلقائي، ما أضطر إني أغير المواد اللي فيه لأنه حتكون تكلفة علي بزيادة. فالاستدامة من التحديات فعلا. هذا بالنسبة للأشياء الإيجابية. لموضوع السلبيات مثلا البيوت الذكية. تمام، هلأ السلبيات في عنا يعني
كل مشروع وكل فكرة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. خلينا مثلا نضيف من الأشياء الإيجابية في نقطة كمان، إنه أنا بكون عندي نوع من الأمان. هذا الأمان له شقين. الأمان إنه أنا ممكن أقدر أعمل أكسس البيت في أي لحظة في أي ده من طريق أجهزة المراقبة، لو صار عندي تسريب بالغاز ممكن البيت يبعث لي أو يتصرف. ولكن السلبيات إنه بالذات البيوت القائمة على الأوامر الصوتية ممكن تشتغل بس على الإنجليزي، ما بتشتغل على العربي، ما بتشتغل على الفرنسي، ما بتشتغل على الصيني. غير هيك إنه الشركات هلأ في كذا شركة منافسة بالسوق، فأنا بدي بيت ذكي يقدر يتواصل مع كل هاي الأجهزة بنظام معين، إنه يصير في توافق بين الثلاجة والغسالة والكهرباء، فمن غير ما تضطري تشتري كل شيء من ماركة معينة. ما بدي أنا أكون احتكار، ممكن أنا عندي ثلاجة بتعمل بالدور بس مش مضطرة أغيرها، فبدي نظام إنه يشتغل على كل هالأشياء. نظام برمجي تماما. غير هيك أنا عندي نقطة الأمان والخصوصية، هاي نقطة يعني مهمة جدا ولازم اشتغل عليها. وهي المشكلة الكبيرة موضوع الخصوصية، انه صار في انتهاك للخصوصية. صحيح. من خلال مثلا تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وغيرها. صحيح. دائما هن عندهم اكسس على كل شيء بايدك باجهزتك بكل شيء. صحيح. وبالبيت الان. صحيح. هاي نقطة احنا شفناها، صار في عندك تسريبات على الحسابات البنكية على الانترنت، صار عندك تسريبات لكاميرات المراقبة. فانا في دراسة هلأ في مثلا في جامعة لندن في بريطانيا بتقول إنه لازم أنا أعرف مع أي شركة أنا بتعامل، لأنه لازم أعرف الشركة هاي كيف بتخزن المعلومات، كيف بتستخدمها، متى يتم إتلافها، خصوصية الأطفال. أنا لما طفلي بيستخدم هذا الجهاز هل حيقدر أحدد هويته أو لا؟ فهذه كلها لازم أنا أنتبه عليها من خصوصيات الأمان. غير هيك إنه هالكاميرات المراقبة هل فيقدر حدا يدخل عليها ولا؟ في هالشركات صارت تعرف أنت متى بتسافري، متى بتكوني موجودة بالبيت، شو عاداتك الغذائية. فهي كلها لازم أنتبه عليها وكون عارفة عاملة تحري واستقصاء كامل. بس هي إجباري رح يدخلوا بهالخصوصية هاي. بس أنت بتكون يعني ما حكيو يعني مثلا هلأ بتلاقي تطبيقات كتير بيحكوا إنه لا ما في تدخل ما في هيك، بس بتلاقي قد ما قالوا إنه لا أنت خصوصيتك محافظ عليها، ولكن عم يصير في تدخل بخصوصيتك. في أوروبا في حماية أكثر، لأنه هلأ في صار نظام حماية معلومات للمستهلكين. بس أنت تكوني عارفة مع أي شركة بتشتغلي، وتكوني هم معطينك أنا محتفظ بالمعلومات الفلانية بستخدمها بهاي الشكل، حتلفها في المدة هاي. يعني هو مستقبل واضح، أنه مستقبل كل شيء ذكي. التكنولوجيا الذكية والحياة عم تختلف شوي بشكل كامل. أنا بشكرك سلمى على اختيارك لهالموضوع هذا الأسبوع، وبننترك الأسبوع الجاي. شكرا. نذهب إلى فاصل نتابع من بعده. تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين المكسيك وأمريكا وكندا مع محمد المشد ضمن شباك المال. أهلا بكم من جديد. نذهب الآن إلى شباك المال الذي نتحدث فيه عن اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية، أطلق عليه اسم الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية بدلا من اتفاقية نافتا التي وقعت عام 94، وذلك مع الزميل محمد المشد. مساء الخير محمد. يعني بالفعل نتحدث اليوم عن اتفاقية التجارة الحرة أو نافتا، اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الشمالية التي أبرمت عام 1994 بين أمريكا وكندا والمكسيك. نجم عنها صفقات تجارية استفادت منها اقتصادات الدول الثلاث المشاركة قدرت بأكثر من تريليون دولار أمريكي، فضلا عن استفادة مواطني هذه الدول من انخفاض أسعار المنتجات المستوردة من جاريها نتيجة تدني تكاليف رسوم التجارة بينها. وكعادته ضرب ترامب الاتفاقية عرض الحائط في بداية هذا العام برفع الرسوم الجمركية على استيراد الحديد والألومنيوم من كندا، ما أدى إلى رد فعل كندي مماثل برفع رسوم على استيراد منتجات أمريكية. أما عن الاتفاقية الجديدة المبرمة هذا الأسبوع بين الدول الثلاث باسم جديد، فقد تفتح آفاقا جديدة في التبادل التجاري في أمريكا الشمالية، وقد تكون لها أبعاد أخرى في التجارة العالمية. نتابع هذا التقرير عن الاتفاقية الجديدة ثم نواصل. نجح دونالد ترامب في فرض شروطه على جيرانه فقبل 90 دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة لانضمام كندا لاتفاق كانت واشنطن قد توصلت إليه مع مكسيكو. أعلن بيان أمريكي كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد توصلت الأحد إلى اتفاق جديد للتبادل الحر لأمريكا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية
نافتا التي طبقت بين الدول الثلاث لأربعة وعشرين عاما. وبعد مفاوضات شاقة توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق أعلن في نهاية آب أغسطس قبل أن ينضم إليه الكنديون يوم الأحد. وتضمن الاتفاق الجديد الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون مقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر. ويؤمن الاتفاق حماية أفضل للعمال ويتضمن قواعد بيئية صارمة ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد الرقمي. نجح ترامب إذن في ضم الكنديين إلى الاتفاق الجديد، ولم ينجح الكنديون في المقابل في تنيه عن قرار الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم الكندي. يعطيك العافية محمد على هذا الموضوع اللي هو بالفعل الآن هو شغل يعني كثير وسائل الإعلام، خاصة بأنه هو تغيير الاتفاقية كما تابعنا كان في إلها فوائد وميزات كبيرة على الدول الثلاثة. بداية لنتعرف أكثر على مفهوم هذه التجارة والتبادل الحر في اتفاقية نافتا. طيب يعني اتفاقية نافتا كانت يعني أبرمت عام 94 كما ذكرنا، والسبب وراء أن يعني كل الدول الثلاث كانت رأت أن هناك منفعة كبيرة في هذه الاتفاقية. وبالفعل بعد إبرام الاتفاقية عام 94 بسنتين فقط وجدوا أن هناك زيادة 44% في التبادل التجاري. أمريكا بحد ذاتها وجدت أنها يعني النمو الاقتصادي الأمريكي زاد تقريبا 0.5% بالنسبة لأمريكا، هذا رقم كبير. فإذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين هذه البلدان ويعني الاتفاقية التجارية، هذه تعتبر اتفاقية تجارية في يعني أغنى منطقة يوجد بها اتفاقية تجارة حرة بينهم. فيعني حجم التبادل التجاري بين دول النافتا منذ عام 94 حتى عام 2017 بين أمريكا وكندا، من كندا لأمريكا تقريبا 300 مليار دولار، من أمريكا لكندا 280، ما بين أمريكا والمكسيك 298 مليار دولار، ما بين المكسيك وأمريكا أيضا 236، عكست الأرقام من أسف. ونجد أن التبادل التجاري بين المكسيك وكندا أقل بكثير، فهنا يعني نقطة مهمة أو حتى معدوم يعني. بالضبط، فهنا النقطة الهامة جدا أين أن أمريكا هي التي المركز الأساسي. المركز الأساسي. ولهذا كنا نسمع دائما أن ترامب يقول عندما يتحدث عن نافتا ويتحدث بأريحية عن شروطه وإرادته فرض شروط جديدة في الاتفاقيات الحرة بين أمريكا وكندا وأمريكا والمكسيك، نجد أنه كان يتحدث بأريحية و يعني له الحق، لأنه في الآخر أمريكا هي مركز اتفاقية نافتا. يعني الحديث عن الاتفاقية عادة يعني إذا نظرنا إلى هنا الاتحاد الأوروبي، هناك تركيز أكثر على العمالة وحرية تنقل العمالة بين الموارد البشرية. الموارد البشرية بالضبط. في نافتا هذا لم يكن من أساس الاتفاقية، ولكن كان التركيز بشكل عام عن التبادل التجاري. لهذا نجد أن مشكلة على سبيل المثال الهجرة ما بين المكسيك وأمريكا التي أثارها ترامب لم تحل من خلال هذه الاتفاقية، لم تحل ولم يكن لها دور كبير في الاتفاقية. فرئيس المكسيك يعني هو أبدى ارتياحه للاتفاقية كما أبدى رئيس كندا ارتياحه لهذه الاتفاقية، لأنها تفيد من ناحية التجارية. تقصد اتفاقية نافتا؟ اتفاقية القديمة والجديدة أيضا، ولكن والجديدة. سنتطرق طيب للجديدة. هل يعني الاقتصاد التعامل الاقتصادي بهذا الشكل إلى أي درجة يعني هناك ارتباط بين الاقتصادات الدول الثلاث؟ يعني أنا وأنا أبحث في نسب نمو الناتج الإجمالي المحلي في هذه الدول في سنوات الاتفاقية، وجدت يعني أمر مثير، وأن بشكل عام النمو الاقتصادي أو نسبة النمو الاقتصادي في هذه الدول كانت تقريبا متطابقة، على الرغم من الاختلافات الشديدة بين المكسيك، بين الثروة المكسيكية على سبيل المثال والثروة الأمريكية. هناك تقارب في المقدرات الاقتصادية بين أمريكا وكندا، ولكن يعني نجد أن المكسيك بعد فترة، بعد أول عامين، هناك التطابق في النمو الاقتصادي بينها وبين أمريكا وبين كندا. فهذا أمر أيضا يضاف الاعتبار، فكرة أن النمو الاقتصادي يصبح مترابط أكثر بكثير، وهذه من الأسباب الكبيرة التي يعني لنجاح أو لارتباط الدول بشكل عام في اتفاقيات تجارية. وعلى الرغم من ذلك وكل الميزات التي يعني ذكرتها عن هذه الاتفاقية، إلا أنه ترامب وجد بأنه هذه الاتفاقية غير نافعة لأمريكا، وتوجه الآن وتم إبرام اتفاقية جديدة الآن بين الدول الثلاث.
ما الذي تختلف فيه هذه الاتفاقية عن اتفاقية نافتا؟ يعني الاختلاف الكبير هو في يعني بشكل عام العديد من الخبراء يعني قالوا أن هذه الاتفاقية لا يجب أن نعتبرها اتفاقية جديدة بشكل كبير، فالبعض سماها نافتا 2.0 أو نافتا النسخة الثانية، ولكن بعض التعديلات. بالضبط بعض التعديلات. ترامب أصر أن يسمي يعني أن يغير اسم الاتفاقية من نافتا وهي اختصار North America Free Trade Agreement إلى USMCA وهي اختصار لأمريكا المكسيك كندا، اتفاقية أمريكا المكسيك كندا. إذا نظرنا إلى التفاصيل الاتفاقية ما الجديد؟ هناك فكرة أن يكون التصنيع 75% من التصنيع يجب أن يكون محلي حتى يدرج داخل الاتفاق أو يكون هذا التبادل التجاري. قبل هذا كان 60%، فهذا يعني هناك تركيز أكبر على أن التصنيع كله يكون بداخل أمريكا، ربما يكون هذا في إقصاء لبعض الاقتصادات الأخرى. الصين على سبيل المثال، الصين تصنع عادة، حرب كبير الآن بين أمريكا والصين. بالضبط حرب كبير. بالضبط، فالبعض يعني فسر هذا أنه سيفيد الإنتاج المحلي ولكن قد يضر بإنتاج بعض الدول الأخرى التي وهذا البند ولكن ينطبق على الدول الثلاث. حماية الملكية الفكرية الرقمية. في التقرير سمعنا أن إدخال فكرة الاقتصاد الرقمي أو الأسواق الرقمية بشكل عام، فهذا التحديث متماشي مع الأجواء العامة والتحديث أو تطور الأسواق الرقمية بشكل عام. يجب أن يكون هناك في كل السياسات الاقتصادية يجب أن يكون هناك تركيز على الاقتصاد الرقمي والأسواق الرقمية. أصبح أمر واقع. بالضبط، فهذه يعني هذه هي الجزئية. حد أدنى لأجور العمال 44 أو 45% الآن من العمال الذين يعملون في المصانع التي تصنع المنتجات التي تستورد أو وتدرج داخل هذه الاتفاقية، يجب أن يكون الحد الأدنى لأجورهم $16 أمريكي. هذا أكثر بكثير من الحد الأدنى للعمالة المكسيكية، وهذا له تفسير أيضا. البعض يقول أن هذا قد يفيد العامل المكسيكي، ولكن الحد الأدنى أصلا للأجور في أمريكا أقل بكثير من $16. فيعني ما الذي قد ينتج عن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور؟ قد ينتج عنه أن المصنع المكسيكي الذي يصنع بأسعار أقل من أمريكا بسبب تدني الأجور للعمال الآن أصبح هو يعني بنفس التكلفة مع المصنع الأمريكي، قد يصل إلى نفس التكلفة، فيزيد من تنافسية المصانع الأمريكية ويقل من تنافسية المصانع. يعني ما بتعود الإنتاج في المكسيك أرخص بكثير من الإنتاج في أمريكا. طبعا، على الرغم أنه من منطلق العدالة والمساواة والعدالة الاجتماعية، فهذا أمر جيد بشكل عام في المطلق، ولكن التفاصيل هنا السياسية والاقتصادية يعني قد يكون له تفسير آخر هنا في حد أدنى لأجور العمال. تسهيل توريد الألبان الأمريكية، ترامب تحدث عن هذا كثير أنه كان مستاء من إغلاق الأسواق الكندية لمنتجات الألبان الأمريكية، فهذا اعتبره يعني بدون التطرق إلى تفاصيل هذا البند بشكل هو ليش تحديدا الألبان؟ يعني ترامب له، أنا تفسيري الشخصي أنه له أبعاد سياسية، هو يريد أن هناك مصنعي الألبان في أمريكا كانوا يعانون وكانوا يشتكون بشكل كبير لترامب من إغلاق السوق الكندي وعدم استطاعتهم الاستفادة من نافتا لأسباب أن كندا كان بها داخليا بعض السياسات التي كانت تساعد مصنعي الألبان الكنديين في أن يصنعوا بأسعار قليلة، فالآن أصبح بإمكان أمريكا أن تصدر لكندا. يعني الذي لم يستجد في هذا هو أن رفع الأسعار الجمركية التي يعني حددها ترامب في بداية هذا العام، هذا لم يتغير، ما زال موجود على كندا تحديدا في الحديد والألومنيوم. لم يدخل في موضوع الاتفاقية. بالضبط. بقي لدينا أقل من دقيقتين واختار أنت شو حابب عن شو تحكي، لأنه بعرف ما حضرت الأشياء. طيب، يعني بشكل سريع، هناك إيجابيات وسلبيات للتجارة الحرة، وأردت أن أثيرها لأن
أن هناك على الرغم من هناك محاسن كثيرة وإيجابيات كثيرة لاتفاقات التجارة الحرة، ولكن دائما هناك اعتراضات. فإذا نظرنا لأسباب الاعتراضات، وأنا في رأيي أنها اعتراضات مشروعة، أنه إذا لم يكن هناك اتفاقية وحسن نية بين كل الأطراف المشاركة، فقد يؤدي للإضرار بالعمالة والإنتاج المحلي، تحدثنا عنها في من خلال المكسيك بالضبط. تدني ظروف العمل في البلدان، نرى أن هناك يعني إذا على سبيل المثال لم تحدد المكسيك حد أدنى للأجور، قد يكون هناك تدني كبير في أسعار أجور العاملين في المكسيك في سبيل الاستفادة من التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. استنزاف الموارد الطبيعية أيضا، يعني هناك أحيانا عدم توازن بين الدول الغنية والفقيرة. الدول الفقيرة تصدر وتستنزف مواردها الطبيعية في سبيل الاستفادة من هذه الاتفاقيات، في حين أن الدول الغنية أحيانا بدل من أنها تستنزف الموارد الطبيعية تقرر أن تورد الأشياء التي هي فيها تنافسية أكثر، كالتكنولوجيا والمنتجات التي فيها قيمة أكبر تكنولوجيا. الإيجابيات أعتقد تحدثنا عنها. نقطة أخيرة، يعني سياسيا أعتقد أن البعض فسر الاتفاقية أنها يعني سبيل في حل النزاعات السياسية الأمريكية المكسيكية الكندية. لا أعتقد أن الأمر هذا يعني أعتقد أنه أمرين منفصلين. أعتقد أنه بما أنه بقيت الرسوم الجمركية على كندا نفسها ولم يتغير شيء. شكرا لك محمد المشد على كل هذه المعلومات والإحاطة بهذه الاتفاقية الجديدة الموقعة بين أمريكا وكندا والمكسيك. شكرا. شكرا. وقبل أن نختم الحلقة نتعرف على بعض مواضيع حلقة الغد. سكان منطقتين على نيل القاهرة يكابدون المصاعب بسبب خطط لتطوير منطقتي ماسبيرو والوراق لتحويلهما إلى مركز للسياحة أو الأعمال، في إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات وتقوية الاقتصاد. فهل يتكبد المواطن أعباء التطوير من ترحال وترحيل عن منزله ومنطقته؟ ولماذا لا يتم تطوير المنطقة بأهلها؟ أسئلة نطرحها غدا في نقاشنا الرئيسي. في شباك فلسطين نتعرف على جهود الأسيرات في سجن هاشارون، رفض الخروج إلى ساحة السجن بعد إعادة إدارة مصلحة السجون تركيب كاميرات في الساحة. نختم الحلقة كالعادة بالشباك السعيد والذي يأتينا هذه المرة من الصين، حيث احتفلت البلاد يوم الاثنين الأول من أكتوبر تشرين الأول بالذكرى 69 لتأسيسها. تضمنت الاحتفالات فعاليات ضخمة عدة، منها عرض المصابيح المضيئة، حيث زينت مصابيح يدوية صنع بحيرة لانهو في مقاطعة زيانغ شرقية الصين، إضافة إلى مهرجان آخر ضم أكثر من 10,000 مصباح من البامبو. نترككم مشاهدين مع هذه اللقطات ونراكم غدا 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.